الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. أيها السادة وسيداتي وجمع القراء، نخاطبكم عبر هذه مسيتنا التربوية المباركة هذه، مستهدمين فيكم همما عالية ترقى إلى درجة النضج والحكم والتصبر، ولسانا حالا يقول مرحبا بكم أو أنا طلعتكم يا عار من أين تأكل الكتب. مرحبا قولها بلفظ متحد لكنها باختلاف الناس تختلف. أيها السادة والسيدات، إن كلمة الختام تعني بالنسبة لنحن التلاميذ الكثير والكثير إنها لوعة براق وفراق، أما قاعد ورقاعات والفتنة ألفنا طوال العام الدراسي مضى كغبرق بالنسبة لنحن التلاميذ والمعلمين أمضى ما أدخروا، وذلك في التسجيل ما أخذنا من الأعمال الإبداعية في شكلها العميق ومضامها ومرامها. والآن بحولي وقوتي نبدأ بخير ما يبدأ به الآيات من الذكر الحاكم التلميذ يتفضل مشكورا. إذا كنت سعيدا اليوم صفق بيديك، إذا كنت سعيدا اليوم صفق بيديك، إذا كنت سعيدا اليوم اضحك أسمع كل الكون، إذا كنت سعيدا اليوم صفق بيديك، إذا كنت سعيدا اليوم دب بقدمي، إذا كنت سعيدا اليوم دب بقدمي، إذا كنت سعيدا كالصقر يحمل صيده ويعلو به فوق السحاب يطاوله، فإن فر من مخلابه طاح هالكا وإن ظل في مخلابه فهو آكله. فنحن ذنوب الموت وهي كثيرة، وهم حسنات الموت حين تسائله، يقوم بها يوم الحساب مدافعا يرد بها ذمامه ويجاجله، ولكن قتلى في بلادي كريمة ستبقيه مفقود الجواب يحاوله. إذا ما أضعنا شامها وعراقها فتلك من البيت الحرام مداخله، أرى الدهر لا يرضى بنا حلفاءه ولسنا مطيقه عدو مصاوي، ما زم من جيل سيقبله أو مضى يباجلنا أمارنا ومداجله.
لقد تعبت من الواجبات المدرسية، رياضيات، عربية، فرنسية، جغرافيا. لقد تعبت، ما الفائدة من هذه الدروس والمراجعات؟ هل أقرأ أم ألعب؟ هل أقرأ أم ألعب؟ أم أذهب لمشاهدة الرسوم المتحركة؟ أوف، بماذا سأخبر أمي؟ سوف أخبرها أن المعلمة لم تعطينا أي واجبات مدرسية، ولكن بماذا سأبرر للمعلمة؟ وجدته، سوف أخبرها أن أمي كانت مريضة وباتت تألم طوال الليل. يا إلهي، الكذب حرام، فإن لم يراني أحد ويسمعني فالله يراني. أنا حيرة ومحتارة، هل أقرأ أم لا أقرأ؟ أوف أوف أوف. من أنتما وكيف دخلتما غرفتي؟ علم، أنا النار، أنا الجهل، أنا الظلام. نحن أمة اقرأ، لا تعلمين أن أول آية نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ، نحن أمة نقتدي برسولنا الكريم. بلا لا تقرأي، العبي ومرحي. عرفت الآن سبيل النجاح، اقرب عن وجهي أيها الجهل اللعين. شكرا أيها العلم، لقد أنرت طريقي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج اهتمامات، والذي نناقش فيه الليلة عن موضوع الاختلاس. معي في الاستوديو كل من لمام كوش، رئيس اتحاد مختلسين موريتانيا، أهلا بك. وأهلا بك فيس، رئيس رابطة مشتاقين موريتانيا. بداية الضيف السيد لمام كوش، حبذا لو عرفتنا عن الاختلاس. الاختلاس وسيلة نستخدمها للنجاح في الاختبارات والامتحانات. كيف تنظرون أنتم في رابطة فيسات إلى موضوع الاختلاس؟ بالنسبة لنا، الاختلاس هو وسيلة تقوم على الخداع والغش، ونرفضها رفضا تاما. في المختلس هو شخص إما جاهل لا يراجع دروسه أو لا يثق في نفسه. لما أفكر يقول لك ضيف بأن الاختلاس وسيلة الضعف، ما ردك؟ لا، بل هو وسيلة للشجعان الذين لا يأبون الرقابة ولا يخشون العقوبات، ونحن متمسكون بهم. كيف تقنع لما فكرت وجمعته بين اختلاس وسيلة فعل سيء؟ إذا نجح الطبيب بالاختلاس فإن مريضه سيموت، وإذا نجح المهندس بالاختلاس فإن بناءه سيسقط، وإذا نجح المعلم بالاختلاس فإن الجهل سيسود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. لما فكرت، هل اقتنعت بهذا الكلام؟ نعم اقتنعت، وقد كنت في طريق الخطأ، وأطلب من جميع المختلسين ترك الاختلاس والتركيز على المراجعة والاجتهاد لكي نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، دمتم بخير. Extremely educated citizens from the foundation of a developed nation. Hence, decent education builds a brilliant tomorrow for both the individual and the nation. It is only education. Educated will make the country and bring it to theta. And property with and as possible. Ladies and gentlemen, remember the frog, the man who does not read book has no advantage over the one who cannot read him. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those prepared for it today. The teacher can open the door, but you must enter yourself. Education is the master's profile weapon you can use to change the world. Thank you very much. René de la Peine, c'est le fond qui manque l'homme. Un riche labeur assiste en sa mort prochaine. Fit venir ses enfants-là par là, sa tombe. Gardez-vous le tigir devant de l'héritage que nous honnons sur nos parents, un trésor et cache dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu le courage. Pour le faire, trouvez-vous, viendrez à bout. Remez votre chambre, de quoi aura fait l'autre. Créez-vous, fouillez leur bêche, ne laissez ni le place. Où la main passe et repasse. Le père, moi, le fils, vous retournez le chambre de ça, de là, partout. Si bien qu'au bout, il a rapporté davantage d'argent, point de cache, mais le père, fils sage, que le travail est un trésor, un jeune de la fontaine.